وحدتنا ارواحنا لا نبغى. تحية وأجمل تحية مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تأتي دائما مع تجدد هذه الأشواط التي تجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة ملاك هذه الشعارات وملاك هذه الهجن. نرحل مع الشوط العاشر. الشوط العاشر يتحرك بفئة المهجنات الأصايل لأبناء القبائل 5 كيلومتر. النقل من ميدان الهباب والمتابعة وشعار سهيل بن مغيل بن سالم بن حارب العميمي على ظهر عذبه، على ظهر عذبه. المركز الثاني ملوح العلي بن عبد الله بن علي ابو نواس. المركز الثالث فهنا الشاهينيه مهير بن علي بكليب، من يقدم لنا الشاهينيه بالمركز الثالث. نقله تاليه يا بن معدن، ناخذ المركز الرابع. المركز الرابع هذا شعار سيف بن سالم بالضبيعه على ظهر مرموقه أو سلطان بن سيف بالطبيعة. ومن الجانب الآخر أيضا يتقدم شعار السيد حمد بن سالم بن سليم وعتيج بن علي بن خفية، من يقدم لنا الشبلة. الشبلة قادم أيضا وعندها يعني ما شاء الله مركز متقدم وشعار جميل، وعندها أيضا النشاط والأصل، الأصل والخبرة. طيب ناخذ المركز شعار بن سرداح، هذا شعار بن سرداح على ظهر الشاهينية، هو رضا بن محمد بن رضا المدني. هاي المملكة، المملكة موجودة، المملكة بتاخذ عنكم، بتملك، تمتلك خبرة وتمتلك يعني تاريخ وماضي جميل معها، مع المملكة هذه اللي بالمركز الخامس الحين. هذه يعني أحد المرشحات في هذا الشوط، أحد المرشحات في هذا الشوط، واللي عندها أيضا ما يستهان بها اللي هي زيدانة، ما يستهان بها أيضا خليفة بن سالم بالضبيعة. أخطر أبكار هذيلا، أخطر أبكار عندنا زيدانة والمملكة يشاركن في هذا الشوط. والمركز السادس، المركز السابع، نشوف المركز السابع الهاجمة اللي هي الذيبة سيف بن محمد بن زايد الخيارين، وشعار أيضا يتقدم سعيد بن حميد الرزي الشامسي على المتحدة بالمركز التاسع. والمركز العاشر سمحة عبيد بن مطر بن علي الاشتبي. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، هذه العشرة المراكز الأولى، هذه العشرة المراكز الأولى. مايدية بن حميدان أيضا ما يستهانبه، يعني أبكار نقوى في هذا الشوط، أبكار نقوى، ما نضيع باسم ونلقاه يعني أقوى عن الاسم اللي وراه، نلقاه أقوى عن الاسم اللي قدامه، كلها أسماء كبيرة. روح يا بن معدن عند الشاهينية، عند الشاهينية غيرت إلى المقدمة مهير بن علي بن كليب، من يقود الشاهينية بالمركز الأول. عذبة ما نعرف ماضيها يا العميمي، عذبة ما نعرف ماضيها، ولكنها ماضيها سبوق، ماضيها سبوق، ما يجيب إلا النوعية الطيبة، ما يجيب بغير إلا النوعية الطيبة. يشارك من في الميادين، يغير يوم يغير على الميادين، ما يغير إلا بعدة وعتاد، ما يغير إلا بعدة وعتاد. طيب يساعده على الهجوم وعلى الانتصار. المركز الثالث المايدية حمد بن سالم، نقول اللي بالمركز الثالث كم رقم هاي؟ 9 ملوح العلي بن عبد الله ابو نواس. والمركز الرابع، هذه شبله علي بن عتيج بن خفيه. والمركز الخامس، المركز الخامس هذه اللي وصلتنا اللي هي جميله، علي بن خليفه جميله. الا ليت الماضي يعود، الا ليت الشباب يعود يوما، فاخبره بما فعل المشيب. هذه العام حطت افضل توقيت عندنا في سن اللقايه، افضل توقيت سجلت، وسجلت ماضي جميل،
واول مشاركات له في هذا الموسم. انتظروا منها المزيد، انتظروا منها المزيد. انا عيني على هذه، على زيدانه وعلى 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 بكره. وين المملكه؟ المملكه وين تاخرت؟ بتي ما عليه، ولكن هناك 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 المقدمه. روح يا بن معدن، روح يا بن معدن. ما فينا نتاخر، ما عندنا وقت نتاخر، ما عندنا وقت نتخذ. بنسير عند بن كليب وعند العميمي، عند العميمي يا راعي، يا راعي عذبه. اسماء الاسامي اللي يجيبها جميله، الاسامي اللي يجيبها معاه جميله. نطلب منك انك تكون اسبوعيا عندنا، اسبوعيا ما تفارقنا، ما تفارقنا، نباك دائما عندنا. يا سلام يا سلام يا سلام، غيرت عذبه، غيرت عذبه. سهيل بن مغيل بن سالم بن حارب العميمي، قلنا لكم اليوم هذا اليوم مشهود، يعني تلاقن فيه خيلة الأبكار تلاقن في هذا الشوط. المركز الثاني جميلة، المركز الثاني قلنا اللي هي الشاهنية مهير بن علي بن كليب، والمركز الثالث عتيج بن علي بن خفية. وين الجماعة؟ وين الجماعة؟ زيدانة يا زيدانة، زيدانة يا زيدانة. بدينا نوصل للراحة الإعلان، لوحة الإعلان بدينا وينكم اللي منسحبين؟ عندكم مجال للهجوم، عندكم مجال. مغير يفتح الكيلو المتر الأخير، مغير وعنده مهير عنده خطوة بخطوة يتابعه في هذا المجال وفي هذا التحدي. يا شوف يا جميلة يا جميلة، نبغي الماضي يعود. لا 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 لا، الله بدت جميلة تقترب، تبغي ماضيها جميلة يا جميلة. المرشحة بالأول تعود بالفوز لك وتيب ناموس. هذه ثاني مشاركة لها في الموسم، ثاني مشاركة لها في هذا الموسم، ولكن عذبة ما أعطتنا المجال. عذبة عصاها قوس أبدا ما تحركت أبدا، ولا كلمها ولا حركة ولا ناداها ولا عمر ولا أبدا مثل ما تشاهدون. حركة جميلة وزيدانة وبدأ الهجوم يا راعي عذبة، ولكن لا 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 لا، أعصابك خلها باردة في ثلج خلها. لا لا، ما عليك خوف. خلاص، ترشيح بالمعدن. نعم، قال لي مغير قادم بيغير على المركز الأول. هذه اللي قلنا لكم ما نعرف ماضيها، ولكن ماضيها جميل، ماضيها سبوق، ماضيها أنها صاحبة المراكز الأولى. تهانينا. سلام. ما أدري وين يسكن مغير، في سويحان، في العين، وكل مناطقها الجميلة، كل مناطق العين الجميلة نهنيهم. وين يسكن؟ يوصله السلام من ميدان الهباب، نهنيه سهيل بن مغيل بن سالم بن حارب العميمي، نهنيه على فوز عذبة بالمركز الأول. تهانينا. والناموس المركز الثاني بن حميدان، هذا المؤيدية أحمد بن علي بن محمد بن حميدان. والمركز الثالث جميلة خليفة مرح مليشة، المركز الرابع زيدانة لضبيعة سالم، والمركز الخامس لمهير بن علي بيكليم. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس للفائز بالمركز الأول. تهانينا وألف مبروك. مرحبا يا شباب.